العمل العسكري لغد عاد يا اخواننا، اعاده العمليات العسكريه بتاع شغل المشاه والعمليات النوعيه ده بياكد لك الخطه الاستراتيجيه العسكريه الماشيه على مبدا تحرير الخرطوم. والليله الجنجويد هربوا هروب ثقيل جدا جدا على مستوى احياء الخرطوم جنوب. السؤال هنا في ناس كثيره بتجي بتقول لك يا محمد، بتقول لي يا محمد يا اخي الجيش ما دخل الخرطوم، الجيش ما دخل الخرطوم، الجيش مش يدخل الخرطوم لانه الجيش قاعد في قلب الخرطوم يا اخواننا. المدرعات دي وين؟ احياء الخرطوم جنوب دي ما توقفت فوق العمليات العسكريه كل يوم اليوم الثاني، كل يوم اليوم الثاني بتحصل العمليات، عشان لانه هو شعاره انه ما داير الشغل بتاع اعلام، اشتغل شغل ثقيل جدا جدا، شغله شغل ثقيل جدا جدا. سعاده اللواء نصر الدين، فالتحيه لك يا سعاده نصر الدين، وانت بتقوم بواجبك على اكمل وجه وشغال شغل ثقيل جدا جدا على مستوى المنطقه بتاعت المدرعات. سلاح الفرسان سلاح المدرعات يا اخواننا يقوم بعمليات كبيره جدا جدا ويدمر ارتكازات ميليشيات الجنجويد على مستوى المنطقه بتاعت الخرطوم، ويشتغل شغل ثقيل جدا جدا ويطرد ميليشيا الجنجويد على مستوى احياء جبره. اخواننا ده شغل ولا ما شغل على مستوى منطقه الخرطوم جنوب؟ شغل احياء جبره ده شغل القوات المسلحه وشغل العمل شغل سلاح الفرسان. سلاح الفرسان ده شغال شغل ثقيل جدا جدا، فالتحيه لناس سلاح الفرسان. طيب ده جانب، الجانب الثاني على مستوى الخرطوم نفسه يا اخواننا اعاد الشغل بتاع العمل الاستراتيجي بالنسبه للمدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه. عمل المدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه الليله ما هو كل الناس سمعته شفته. ناس الخرطوم التحيه لكم يا اخواننا، الناس تعمل لنا شير ولايك، تكتر من الشير ولايك، شير ولايك معلش. الليله ناس الخرطوم ما كل الناس سامعه وشايفه، ما في حاجه يا اخواننا بتدس. الليله شغل الخرطوم بتاع المدفعيه ده منو فينا ما شاف انه الماليه بتاعت الجنجويد يا اخواننا هربت من على مستوى منطقه الخرطوم جنوب، من احياء كثيره جدا جدا على مستوى منطقه الخرطوم جنوب قاموا جارين بيتات شراتهم عديل كده. الليله المدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه اخواننا شغاله من يوم العيد، من نهايه اليوم الاول في العيد بالليل المدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه اخواننا شغاله على مستوى احياء الخرطوم دي، ما توقفت على الاطلاق، على الاطلاق ما توقفت. شغل المدفعيه الاستراتيجيه الدقيقه ده ما توقف على الاطلاق، شغاله. دقت الميليشيات دي اول حاجه في شارع المطار ده يا اخوان، تدوين ثقيل جدا جدا على مستوى شارع المطار. شارع المطار ده ما خلوا فيه حاجه، دقوهم فوق ودق ما طبيعي ودق بالملي. ده جانب. الجانب الثاني الشغل بتاع المدينه الرياضيه والسوق المركزي ذاته، المدينه الرياضيه والسوق المركزي وجنوب وعفوا وشرق السوق المركزي، كل المناطق دي جنوب المدينه الرياضيه، عفوا جنوب المدينه الرياضيه والسوق المركزي والمدينه الرياضيه نفسها. الليله اليوم ده اخواننا فوق شغل ثقيل، شغل ده وصل لمرحله انه ما توقف، خلى الملية بتاعت الجنجويد غصبا عنها انها تتحرك من المناطق دي لانه البيت كتير عليهم يا اخوان، الناس دي الدقبقه كثير جدا جدا عليهم، قاموا جايين دللوا شغل الخرطوم. الحاجه الثانيه الشغل اللي حصل على مستوى بري، في ناس كثيره بتقول لك الاسقاط الجوي ده حصل كيف؟ وفي ميليشيا، اخواننا الميليشيا ده ما في كل بري، اسمعوا الكلام ده كويس. ده بياكد لك العمل الاستخباراتي الكبير جدا جدا. ما هو شوف لو كانت الميليشيا بتتواجد في كل منطقه بري ما كان حصلت عمليه بتاعت اسقاط جوي. انا داير اقول لك حاجه، انت مفتكر انه القوات المسلحه ما غالبه انها تخش المنطقه بتاعت بري باي شيء؟ ما غالبه انها تعمل الحاجه دي وتشتغل الشغل اللي انت بتفتكر انه ممكن يحصل في كثير من الثاني. لكن يا اخواننا نحن والله ما دارين تهور، حقيقي ما دارين اي عمليه بتاعت تهور. بري دي ذات اخواننا ما كلها فوق مليش، ما انا احياء بري دي كلها ما فوق مليش، عشان الناس تعرف الحاجه دي. اسقاط اللي حصل الليله ده حصل في جزئيه معينه والمنطقه دي تواجد للمواطنين، ودي حقيقه انا بقولها لك ولازم تركز فوق ولازم تعرف انت كمواطن. دي حقيقه. الحاجه دي الناس لازم تعرفها. اللي حصل الليله على مستوى بري على عمليه بتاعت الاسقاط اللي حصلت دي حصلت في احياء اخواننا ما فوق الجنجبيل، وبري كلها ما فوق الجنجبيل، وانا ما ححدد لك، لكن ما بري دي في جزء من بري احياء بري فوق الجنجبيل، لكن ما كلها فيها جنجبيل، وعشان تعرف المعلومه دي. وين دي انت الزول العارف بيعرف بري بيعرف انه انا قاصد شنو، دي حاجه الناس تكون عارفها. طيب ده جانب. كذلك المدفعيه اخواننا اشتغلت على مستوى الليله شرق النيل. شرق النيل دي يا اخواننا الحاجوس دي ما كلها فوق جنجويد، المدفعيه الليله برضه دورت في شرق النيل، ضربت اشتغل الشغل دقيق جدا جدا. نحن بنقول لقياده القوات، بنقول للقوات المسلحه اعيدوا لنا الشغل بتاع المسيرات، لانه والله شغل المسيرات ده والله فقدناه، حقيقي فقدناه. الجنجويد ده في شرق النيل والله ما بيرتاح ولا دقيقه، ومناطقهم دوم والمناطق دي كلها كل اتجاه شرق النيل المتواجده فوق الميليشيا بتاعت الجنجويد بكثافه وبكثره جدا جدا. دي الايام الجايه دي يا اخواننا الناس بتشوف فيها شغل، والله انا بقول لكم وده كلمه قلتها لكم، الايام الجايه دي والله بتشوفوا شغل، والشغل والله بيختلف، الشغل حيكون بيختلف. نحن ما دارين نقول اي حاجه، لكن والله الناس صبرت كثير،
صبرت كثير جدا جدا، لكن والله انا بقول لكم الايام الجايه والله الشغل بيكون مختلف، والله حتشوف الشغل باذن الله سبحانه وتعالى، والله في شغل جاي باذن الله والله بيختلف يا اخوان، شغل والله الجنجوي ديل والله حيدق دق ويجروا جري ويتجغم جغم، والله الناس والله تطلع والله ما بيطلع ما بيطلع في الميديا، ما قاعد يتكلم في الميديا حيطلع، والله ما بتعرف والله تكفل تشتغل لايف وتقعد تزغرط للشغل الجاي ده، وانا بوريكم بالكلام ده. المحور الوحيد اللي حصل فوقه كذلك شغل على مستوى المنطقه بتاعت المناقل، سنار، محور سنار ده اخواننا اتقدم وحصلت عمليه بتاع الشغل كبير، وتقدم في محوره وتقدم تقدم كبير جدا جدا وجغم ثقيل بالنسبه للميليشيا. التحيه اليوم. طيب ما زلنا بنجدد وبنقول لقياده القوات المسلحه انه الشغل على مستوى منطقه الجزيره قليل، نحن محتاجين لشغل اكثر، محتاجين لشغل اكثر على مستوى الجزيره. وجاتنا الرد وجاتنا الرساله، والله انا نفس الكلام اللي قلته لاهلنا في الخرطوم والله اهلنا في الجزيره، والله وباذن الله سبحانه وتعالى حقكم بيجمعوا منا الميليشيا الموجوده ديك، والله الايام الجايه دي زي ما قلنا لكم اهلنا في الخرطوم وكذلك لاهلنا في الجزيره، والله في شغل جاي والله كبير، والله الميليشيا دي حتدق دق باذن الله دق، شغل حيكون غير مختلف، وما شغل شفته ده بخليك ده حيقول لك ده شغل زول ما بيصلي، نحن ما بنفتخر بالحياة لانه نحن مسلمين ونصلي، لكن يعني في وصفه كده حيكون زي شغل الزول ما بيعرف ذاته اي حاجه ده. حيكون شغل غير، شغل غير، ده جانب. حبايبنا والله كل عام وانتم بخير، ده جانب. الجانب الثاني خلونا من هنا ننتقل مباشره لولايه شمال دارفور. وقف العمليات فيها اخواننا، والله اللايف كل ما نقول الناس تعمل شير، الناس شير يا اخواننا، وانتم بخير يا اخي، شير ولايك، ما توقفوا من الشير ولايك. الحاصل على مستوى شمال دارفور باختصار، انا حديك الزيت ونوريك الجغم اللي حصل. اول حاجه التحيه للقوات المشتركه، والتحيه للقوات المسلحه، والتحيه للمستنفرين، والتحيه لكل لجان الاسناد على مستوى شمال دارفور. اول حاجه الليله نسور الجو تقوم بعمليه بتاعت عمليه جويه على مستوى ولايه شمال دارفور، تجغم الجنجويد وتكبدهم خسائر كبيره جدا جدا. مشتركه نار الضلع، مشتركه نار، والله والله نار وشرار. الليله اخواننا الميليشيا بتاعت الجنجويد حصلت لها عمليه بتاعت التجمع، وحاولوا محاوله انهم يهاجموا على الفاشر. ركز معي كويس في الكلام، لكن بامانه وروهم استعراض وروهم كتاب. والله المشتركة دي الليلة مع القوات المسلحة دي اشتغلت شغل في الجنجويد دي ما خلت لهم فرقة، لدرجة انه جغمت فوقهم قيادات يا اخواننا، وانا الكلام ده وصلني لسه عمد دون المعلومات الكافية، لكن جاغمين يا اخواننا فوقهم اربع قيادات الليلة، اربع قيادات للميليشيا الليلة اليوم ده. اول حاجة اربع قيادات، ده على حسب التقرير الجانا من المشترك يا اخواننا، اللي حصل انه المعركة يا اخواننا في منطقة وادي مبار. انبار ده يا اخواننا المنطقه دي اللي هو منطقه ماد انبار واتجاهات الزروق، الحتتين دي يا اخواننا حصلت فوق عمليه بتاعت معارك ثقيله، والله يمكن لحد قبل ساعه من الان الجنجويت يا اخواننا هربوا، هروب الجنجويت تقسموا الى اتجاهين، خشوا القرى وحرقوا جزء من القرى، والقوات المشتركه كانت ملاحقاهم مع القوات المسلحه، واشتغلوا فيهم يا اخواننا ودقوا فوقهم 60 عربيه، وده الفيديو موجود عندنا. لك التحيه محمد، كلام جميل جدا، والله يا اخي مواطن اندغت كثير جدا وصابر وصبر والله العظيم. المواطنين طبعا بيفتكروا كل شيء سهل، لكن شغل الارض اخوانا بيختلف، والجيش شغال شغل تكتيك وباقل خسائر، والجنجويد ده مندسين في بيوت الناس وعنده سلاح نوع يعني بيجيبك اكتر من 7 كيلو بيجيبك، وده كله بعد ده كله جيش شغال يعني في تقدم مستمر، غير نصبر وندعم جيش ما عندنا حل تاني. والله يا اخي تحيه لناس فاشر، الفاشر ده صمود. الجنجويد انطلقوا من دارفور وان شاء الله يكون نهايتهم في دارفور. كل القوات الموجوده في الفاشر من جيش والحركات المسلحه والقوى المشتركه والطوربار والمستنفرين عندهم هدف واحد بس، لازم ندع هتل هذه الميليشيات، ورجوع لورا ما في، وهدنه ما في ولا مفاوضات. اي شيء عملوه في خرطوم ناس هنا ما بعينيهم، ناس عندهم تعليماتهم في يدينهم شغالين. الشيء الوحيد هم دايرين انه باستيران يكون صاحي 24 ساعه. يا ناس دير التعليمات في يدينهم، بل بس